Duty Council. And I'm assisted today by the representatives of the Office of the Public Council for Defence, Maitre Xavier Jean Keita, Principal Counsel, and uh, Ms. Vedrana Residovic, case manager. Thank you. Thank you very much. I also greet the representative of the office of the OPCD. Now allow me to introduce myself and uh, my colleagues. I'm uh, Judge Rosario Salvatore Itala. I've been designated single judge in this case until otherwise decided by way of a decision of the pre trial chamber dated nine June uh, Antoine Kesia Mremindua, presiding judge, and Judge Tomboko Akane. Now I would like to call on Mr In light of the adopted by the host state uh. by the court. في يتعلق بالإجراءات التي تم تبنيها من قبل في مثل هذه الظروف نتيجة لتفشي فيروس كوفيد 19 أه تم تطبيق إجراءات السلامة والتعقيم والإجراءات الوقائية كما تعلمون نتيجة لتفشي وباء أه كورونا و وفقا للإجراءات أه وإجراءات سجل المحكمة والقواعد الإجرائية في متابعتنا لما جرى في هذه الجلسة تراني وتسمعنا فعلا ما معك وليس 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 علي كوجيب انا اسمي علي محمد علي عبد الرحمن معك تمام علي محمد علي عبد الرحمن وليس كوجيب شكرا جزيلا سيد سيدي سنسميك السيد الرحمن من الان وآنفا ثانيا وساطلب منك ان تقرأ اسمك بكامله وتعطينا تاريخ ومكان ولادتك لو سمحت السيد علي محمد عبد الرحمن علي محمد علي عبد الرحمن مولود سنة 1900 يوم 15 10 1949 15 10 1949 بمحلية جريهيدة البردي بلدة التعاشى محلية جريهيدة البردي محلية جريهيدة البردي شكرا شكرا ثانك يو القاضي يشكرك باللغه العربيه واخيرا اخذين بعين الاعتبار الماده 47 ساطلب منك سيدي ان تؤكد أن مكالمة هاتفية مباشرة تمت بينك وبين المحامي وأنها شغالة هل لك أن تؤكد أن هذا التواصل الهاتفي تم وهو شغال شكرا سيدي Thank you, sir. القاضي شكرا سيدي بادئ ذي بدء من المفيد أن نوضح طبيعة وهدف جلسة المثول الأول اليوم. هذه الجلسة ليست محاكمة، ليست جلسة مرتبطة باعتماد أو عدم اعتماد التهم، لن تقدم أو تدلى أي أدلة اليوم، و لن نناقش المسؤولية الجنائية لسيد الرحمن بناء للمادة 60 فقرة واحد من نظام روما والقاعدة 121 واحد من القواعد الإجرائية والإثبات غاية جلسة اليوم محدودة لثلاث أسئلة أولا يجب أن يقتنع القاضي المنفرد بأن الشخص موضوع أمر القبض بل بلغ بالجرائم المدعى ارتكابها لها. ثانيا يجب أن يقتنع القاضي المنفرد بأن الشخص بلغ بحقوقه بناء لنظام روما ثالثا على القاضي المنفرد ان يحدد موعد تعزم فيه الدائره لعقد جلسه الاقرار للتهم او عدم اقرارها وقبل ان انتقل الى ذلك ارى ان محامي الدفاع يطلب الكلمه اعطيه الكلمه محمد الدفاع شكرا سيدي بسرعه اعود الى السؤال الذي طرحتموه على السيد عبد الرحمن حول الرابط المباشر عبر الهاتف حتى الان هيانا السيد عبد الرحمن عن طريق الفيديو بمساعده مترجم لكن لم اعلم عن وجود رابط هاتفي يسمح لي الاتصال معه مباشره لم نستعين بمثل هذا الرابط الهاتفي يخص اسم السيد عبد الرحمن وأشكركم إذ أنكم طلبتم أن نتحدث عن وكيلي باسمه السيد عبد الرحمن وبما أن القضية تم فصلها من قضية السيد هارون وبما أننا لدينا رقم قضية جديدة سأطلب منكم أن تدعون اسم عبد الرحمن على هذا الملف وليس اسم علي كشيب فالسيد عبد الرحمن لا يعتبر أن الاسم علي كشيب يخصه القاضي يأخذ الكلمة السيد المحامي ابتداء بالنقطة الأولى أعتقد أنك استطعت أن تتحدث مع السيد عبد الرحمن هذا مناسب لو تحتاج المشاورة معه أطلب مني الإذن وسأسمح ذلك لك والسيد عبد الرحمن يستطيع أن يتحدث معك أيضا بالنسبة للاسم مؤقتا سأسميه السيد عبد الرحمن وب... وساطلب منك ايها المحامي ان تعطينا الاسم المفصل كتابيا اعطي الكلمه الى المدعيه تصحح المدعيه ان الاسم هو السيد عبد الرحمن وليس الرحمن كما يقول القاضي اذا بالنسبة للاسم حول الملف سنتاكد من ذلك خارج هذه الجلسه واطلب منكم وضع الطلب كتابيا شكرا اذ ان مكتب المدعي العام قد يبدي بملاحظاته ايضا المحامي يضيف شكرا سيدي الرئيس القاضي بالنسبه للسؤال الاول ساطلب من السيد عبد الرحمن ما اذا تم اعلامه عن الجرائم المدعى ارتكابها هل ان اعلمت بذلك سيدي ولك الكلمه لكن حديث ليس صحيح على ذلك جمال بقدومي من هناك إلى روما بهذا الحدث للعدالة إن شاء الله. Thank you very much. As I mentioned earlier. القاضي شكرا جزيلا كما قلت سابقا هذه الجلسة ليست هنا للدفاع سيتم ذلك في مناسبة. عديدة هدف هذه الجلسة فقط ليقتنع القاضي أنه تم إعلامك بهذه الجرائم وشكراً الآن سأطلب من موظفة المحكمة أن تقرأ التهم كما جاءت في النسخة. علانية لأمر القبض الذي تم إصداره في عامي 2007 و2018 المحامي يطلب الكلمة سيدي لو سمحت السيد عبد الرحمن طلب مني أن أقول أمامكم أنه يتنازل عن حق الإصغاء إلى التهم ولو أردتم لكسب الوقت نستطيع أن نتركها على جانب ولن نقرا التهم القاضي راي القاضي الفاري هو ضروره قراءه هذه التهم شكرا والمحامي يقول اذا ستقرا التهم شكرا سيدي في السابع والعشرين شهر أبريل من العام 2017 استنتجت الدائرة التمهيدية الأولى أن هناك أسباب معقولة للاعتقاد أن السيد عبد الرحمن مسؤول جنائيا بموجب لمادتي وعشرين ثلاثة ألف و وعشرين ثلاثة داء من نظام نز... والمناطق المحيطة بها ممثل جريمة ضد الإنسانية المادة سبعة واحد ألف من النظام الأساسي في الخامس عشر من شهر آب أو ما يقارب ذلك أسهم السيد عبد الرحمن ضمن مجموعة تسعى إلى تحقيق غرض مشترك قتل مدنيين من سكان قرى الفور والمناطق المحيطة ثالثا قتل مدنيين اسهم السيد عبد الرحمن ضمن مجموعة من الاشخاص تسعى الى تحقيق غرض مشترك في قتل عشرين رجلا على الاقل من سكان بلده مكجر والمناطق المحيطه بها الذين ينتمي معظمهم الى قبيله الفور. التهمه الثالثه والعشرون قتل رجال في بلده مكجر والمناطق المحيطه بها بما يمثل جريمه حرب. الماده الثامنه الفقرة 2 جيم 1 من النظام الأساسي بين سبتمبر 2003 وأكتوبر 2003 أسهم السيد عبد الرحمن ضمن مجموعة من الأشخاص تسعى إلى تحقيق غرض مشترك في قتل 20 رجلا على الأقل من سكان بلدة مكشر والمناطق المحيطة بها الذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة الفور مع أن هؤلاء الرجال لم يكونوا يشاركون في الأعمال الحربية مشاركة فعلية التهم الرابعة والعشرون قتل رجال في بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها مما يمثل جريمة ضد الإنسانية المادة سبعة واحد ألف من النظام الأساسي في ديسمبر 2003 أو ما يقارب ذلك أسهم السيد عبد الرحمن ضمن مجموعة من الأشخاص تسعى إلى تحقيق غرض مشترك في قتل 21 رجلا على الاقل من سكان بلده مكجر والمناطق المحيطه بها الذين ينتمي معظمهم الى قبيله الفور مع مع ان التهمه 25 قتل الرجال في بلده مكجر والمناطق المحيطه بها مما يمثل جريمه ضد الانسانيه الماده 71 الف النظام الاساسي في ديسمبر 2003 او ما يقارب ذلك تشارك السيد عبد الرحمن مع اشخاص اخرين في قتل 21 رجل على الاقل من سكان بلده مكجر والمناطق المحيطه بها الذين ينتمي معظمهم الى قبيله الفور اذ اقتادوا هؤلاء الرجال تحت الحراسه المسلحه الى مكان تم اعدامهم فيه التهمه السادسه والعشرون قتل رجال في بلده مكجر والمناطق المحيطه بها مما يمثل جريمه حرب المادة الثامنة اثنان جيم واحد من النظام الأساسي في ديسمبر 2003 أو ما يقارب ذلك أسهم السيد عبد الرحمن ضمن مجموعة من الأشخاص تسعى إلى تحقيق غرض مشترك في قتل 21 رجلا على الأقل من سكان بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها الذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة الفور مع أن هؤلاء الرجال لم يكونوا يشاركون في الأعمال الحربية مشاركة فعلية التهمة السابعة والعشرون قتل رجال في بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها مما يمثل جريمة حرب المادة الثامنة اثنان جيم واحد من النظام الأساسي في ديسمبر 2003 أو ما يقارب ذلك تشارك السيد عبد الرحمن مع أشخاص آخرين في قتل 21 رجلا على الأقل من سكان بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها الذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة الفور مع أن هؤلاء الرجال لم يشاركوا في الأعمال الحربية مشاركة فعلية إذ اقتادوهم تحت الحراسة المسلحة إلى مكان تم إعدامهم فيه التهمة الثامنة والعشرون قتل رجال في بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها مما يمثل جريمة ضد الإنسانية المادة السابعة واحد ألف من النظام الأساسي في مارس 2004 أو ما يقارب ذلك أسهم السيد عبد الرحمن ضمن مجموعة من الأشخاص تسعى إلى تحقيق غرض مشترك في قتل 32 رجلا على الأقل من سكان بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها الذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة الفور التهمة التاسعة والعشرون قتل رجال في بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها مما يمثل جريمة ضد الإنسانية المادة سبعة واحد ألف من النظام الأساسي في مارس 2004 أو ما يقارب ذلك، تشارك السيد عبد الرحمن مع أشخاص آخرين في قتل 32 رجلاً على الأقل من سكان بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها الذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة الفور، إذ اقتادوا هؤلاء الرجال تحت الحراسة المسلحة إلى مكان تم إعدامهم فيه. التهمة الثلاثون: قتل رجال في بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها مما يمثل جريمة حرب. المادة الثامنة اثنان جيم واحد من النظام الأساسي في مارس 2004 وما يقارب ذلك أسهم السيد عبد الرحمن ضمن مجموعة من الأشخاص تسعى إلى تحقيق غرض مشترك في قتل 32 رجلا على الأقل من سكان بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها الذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة الفور مع أن هؤلاء الرجال لم يكونوا يشاركون في الأعمال الحربية مشاركة فعلية التهمة الواحدة وثلاثون قتل رجال في بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها مما يمثل جريمة حرب المادة الثامنة اثنان جيم واحد من النظام الأساسي في مارس 2004 أو ما يقارب ذلك، تشارك السيد عبد الرحمن مع أشخاص آخرين في قتل 32 رجلاً على الأقل من سكان بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها الذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة الفور، مع أنهم لم يكونوا يشاركون في الأعمال الحربية. حيث اقتادوهم تحت الحراسة المسلحة إلى مكان تم إعدامهم فيه التهمة الثانية والثلاثون شنوا هجمات على السكان المدنيين في بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها مما يمثل جريمة حرب المادة الثامنة اثنان ها واحد من النظام الأساسي أكرر عفوا المادة الثامنة اثنين ها واحد من النظام الأساسي بين اغسطس 2003 ومارس 2004 اسهم السيد عبد الرحمن ضمن مجموعه من الاشخاص تسعى الى تحقيق غرض مشترك في شن هجمات على مدنيين من سكان بلده مكجر والمناطق المحيطه بها الذين ينتمي معظمهم الى قبيله الفور وعلى مدنيين لم يكونوا يشاركون في الاعمال الحربيه مشاركه مباشره. ثم الثالثه والثلاثون شن هجمات على السكان المدنيين في بلده مكجر والمناطق المحيطه بها بما يمثل مما يمثل جريمه حرب. الماده الثامنه اثنان ها واحد من النظام الاساسي بين اغسطس 2003 ومارس 2004 تشارك السيد عبد الرحمن مع اشخاص اخرين في شن هجمات على مدنيين من سكان بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها الذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة الفور وعلى مدنيين لم يكونوا يشاركون في الأعمال الحربية مشاركة مباشرة التهمة الرابعة والثلاثون فرض السجن أو الحرمان الشديد من الحرية في بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها مما يمثل جريمة ضد الإنسانية المادة سبعة واحد هاء من النظام الأساسي ابتداء من أغسطس 2003 أو ما يقارب ذلك أسهم السيد عبد الرحمن ضمن مجموعة من الأشخاص تسعى إلى تحقيق غرض مشترك في فرض السجن 400 شخص من سكان بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها ينتمي معظمهم إلى قبيلة الفور التهمة الخامسة والثلاثون ممارسة التعذيب في بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها مما يمثل جريمة ضد الإنسانية المادة 7 واحد واو من النظام الأساسي ابتداء من أغسطس 2003 أو ما يقارب ذلك أسهم السيد عبد الرحمن ضمن مجموعة من الأشخاص تسعى إلى تحقيق غرض مشترك في تعذيب 60 مدنيا على الأقل من سكان بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها الذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة الفور التهمة الثالثة وثلاثون ارتكاب أعمال نهب في بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها مما يمثل جريمة ضد الإنسانية المادة الثامنة اثنان ها خمسة من النظام الأساسي بين أغسطس 2003 ومارس 2004 أسهم السيد عبد الرحمن ضمن مجموعة من الأشخاص تسعى إلى تحقيق غرض مشترك في نهب ممتلكات تابعة لسكان بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها الذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة الفور بما في ذلك نهب المحال التجاريه والمنازل والماشيه. التهمه السابعه والثلاثون تدمير ممتلكات في بلده مكجر والمناطق المحيطه بها مما يمثل جريمه حرب الماده الثامنه اثنان ها 12 من النظام الاساسي بين اغسطس 2003 ومارس 2004 اسهم السيد عبد الرحمن ضمن مجموعه من الاشخاص تسعى الى تحقيق غرض مشترك في تدمير ممتلكات في تدمير ممتلكات تابعة لسكان بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها الذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة الفور بما في ذلك حرق المساكن وإتلاف المحاصيل وتدمير المزارع التهمة الثامنة والثلاثون ممارسه الاضطهاد في بلده اروالا والمناطق المحيطه بها مما يمثل جريمه ضد الانسانيه الماده سبعه واحد ح من النظام الاساسي في ديسمبر 2003 او ما يقارب ذلك اسهم السيد عبد الرحمن ضمن مجموعه من الاشخاص تسعى الى تحقيق غرض مشترك في اضطهاد سكان بلده ارواله والمناطق المحيطه بها الذين ينتمي معظمهم الى قبيله الفور وذلك من خلال عمليه عمليات قتل واغتصاب وهجوم على السكان المدنيين واعتداء على كرامه الاشخاص وارتكاب افعال لا انسانيه ونهب وتدمير للممتلكات والنقل القسري للسكان. التهمة التاسعة وثلاثون قتل مدنيين في بلدة أروالا والمناطق المحيطة بها مما يمثل جريمة ضد الإنسانية المادة سبعة واحد ألف من النظام الأساسي في ديسمبر 2003 أو ما يقارب ذلك أسهم السيد عبد الرحمن ضمن مجموعة من الأشخاص تسعى إلى تحقيق غرض مشترك في قتل ما لا يقل عن 26 مدنياً. عن 26 مدنيا من سكان بلدة أروالة والمناطق المحيطة بها الذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة الفور. التهمة الأربعون: قتل مدنيين في بلدة أروالة والمناطق المحيطة بها مما يمثل جريمة حرب. المادة الثامنة اثنان جيم واحد من النظام الأساسي. في ديسمبر 2003 او ما يقارب ذلك، اسهم السيد عبد الرحمن ضمن مجموعة من الاشخاص تسعى إلى تحقيق غرض مشترك في قتل ما لا يقل عن 26 مدنيا من سكان بلدة أروالا والمناطق المحيطة بها الذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة الفور، مع أن هؤلاء المدنيين لم يكونوا يشاركون في الأعمال الحربية مشاركة فعلية. التهمة الواحدة والأربعون ممارسة الاختصاب في بلدة أروالة والمناطق المحيطة بها مما يمثل جريمة ضد الإنسانية المادة 7 واحد زاي من النظام الإنساني الأساسي في ديسمبر 2003 أو ما يقارب ذلك أسهم السيد عبد الرحمن ضمن مجموعة من الأشخاص تسعى إلى تحقيق غرض مشترك في اغتصاب ما لا يقل عن عشرة نساء وفتيات من سكان بلدة أروالة والمناطق المحيطة بها الذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة الفور التهمة الثانية والأربعون ممارسة الاختصاب في بلدة أروال والمناطق المحيطة بها مما يمثل جريمة حرب. المادة 8 2 6 من النظام الأساسي. في ديسمبر 2003 أو ما يقارب ذلك، أسهم السيد عبد الرحمن ضمن مجموعة من الأشخاص تسعى إلى تحقيق غرض مشترك في اغتصاب ما لا يقل عن عشرة نساء وفتيات من سكان بلدة أروال والمناطق المحيطة بها الذين معظمهم يعني من قبيلة الفور. التهمة الثالثة والأربعون شن هجمات على السكان المدنيين في بلدة أروال والمناطق المحيطة بها مما يمثل جريمة حرب، المادة 8 2 ه 1 من النظام الأساسي. في ديسمبر 2003 أو ما يقارب ذلك أسهم السيد عبد مجموعة من الأشخاص تسعى إلى تحقيق غرض مشترك في شن هجمات على مدنيين من سكان بلدة أروال والمناطق المحيطة بها الذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة الفور وعلى مدنيين لم يكونوا يشاركون في الأعمال الحربية مشاركة فعلية التهمة الرابعة والأربعون شن هجمات على السكان المدنيين في بلدة أروال والمناطق المحيطة بها مما يمثل جريمة حرب المادة الثامنة اثنانها واحد من النظام الأساسي في ديسمبر 2003 او ما يقارب ذلك تشارك السيد عبد الرحمن مع اشخاص اخرين في شن هجمات على مدنيين من سكان بلده ارواله والمناطق المحيطه بها الذين ينتمي معظمهم الى قبيله الفور وعلى مدنيين لم يكونوا يشاركون في الاعمال الحربيه مشاركه مباشره. التهمه الخامسه والاربعون الاعتداء على كرامه الاشخاص في بلده ارواله مما يمثل جريمه حرب المادة الثامنة 2 جيم 2 من النظام الأساسي في ديسمبر 2003 أو ما يقارب ذلك أسهم السيد عبد الرحمن ضمن مجموعة من الأشخاص تسعى إلى تحقيق غرض مشترك في الاعتداء على كرامة ما لا يقل عن عشرة نساء وفتيات من سكان بلدة أروالة والمناطق المحيطة بها الذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة الفور التهمة السادسة والأربعون الاعتداء على كرامة الأشخاص في بلدة أروالة مما يمثل جريمة حرب المادة الثامنة اثنان جيم اثنان من النظام الأساسي في ديسمبر 2003 أو ما يقارب ذلك تشارك السيد عبد الرحمن مع أشخاص آخرين في الاعتداء على كرامة ما لا يقل عن عشرة نساء وفتيات من سكان بلدة أروالة والمناطق المحيطة بها الذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة الفور التهمة السابعة والأربعون ارتكاب أفعال لا إنسانية في بلدة أروالة مما يمثل جريمة ضد الإنسانية المادة سبعة واحد كاف من النظام الأساسي في ديسمبر 2003 أو ما يقارب ذلك أسهم السيد عبد الرحمن ضمن مجموعة من الأشخاص تسعى إلى تحقيق غرض مشترك في ارتكاب أفعال لا إنسانية إزاء مدنيين من سكان بلدة أروالة والمناطق المحيطة بها الذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة الفور مما سبب لهم معاناة شديدة وألحق معاناة شديدة وألحق بأجسامهم أو بصحتهم العقلية أو البدنية أذى خطيرا التهمة الثامنة والأربعون ارتكاب أعمال نهب في بلدة أروالة والمناطق المحيطة بها مما يمثل جريمة حرب المادة ثمانية اثنان ها خمسة من النظام الأساسي في ديسمبر 2003 أو ما يقارب ذلك أسهم السيد عبد الرحمن ضمن مجموعة من الأشخاص تسعى إلى تحقيق غرض مشترك في نهب ممتلكات تابعة لسكان بلدة أروالة والمناطق المحيطة بها الذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة الفور بما في ذلك نهب المخازن والمنازل والماشية التهمة التاسعة والأربعون تدمير ممتلكات في بردة أروالة والمناطق المحيطة بها بما يمثل جريمة حرب المادة 8-2-12 من النظام الأساسي في ديسمبر 2003 أو ما يقارب ذلك أسهم السيد عبد الرحمن أسهم السيد عبد الرحمن ضمن مجموعة من الأشخاص تسعى إلى تحقيق غرض مشترك في تدمير ممتلكات تابعة لسكان بلدة أروالا والمناطق المحيطة بها الذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة الفور بما في ذلك تدمير معظم بلدة أروالة التهمة الخمسون النقل القسري من بلدة أروالة والمناطق المحيطة بها مما يمثل جريمة ضد الإنسانية المادة سبعة واحد دال من النظام الأساسي في ديسمبر 2003 أو ما يقارب ذلك أسهم السيد عبد الرحمن ضمن مجموعة من الأشخاص تسعى إلى تحقيق غرض مشترك في النقل القسري لنحو سبعة آلاف مدني من سكان بلدة أروالة والمناطق المحيطة بها الذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة الفور إلى بلدتي دلايك وغارسيلا وغيرهما من الأماكن مما أدى إلى خلو البلدة من السكان في السادس عشر من يناير 2018 توصلت الدائرة التمهيدية الثانية في بتركيبتها السابقة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد أن يعني السيد عبد الرحمن مسؤول جنائيا طبقا للمواد 25 الفقرة الثالثة ألف ب أو داء أو المادة 28 الفقرة ألف من النظام الأساسي كونه مسؤولا حينئذ عن ما يلي أولا القتل بصفته جريمة ضد الإنسانية المادة 7 ألف من النظام الأساسي ضد أشخاص من بينهم على الأقل مئة مدنيا من الرجال من الفور في دلايق والمناطق المحيطة بها بين خمسة و7 مارس 2004 او نحو تلك الفتره. ثانيا القتل بصفته جريمه حرب المادة 8 2 ج 1 من النظام الأساسي ضد أشخاص من بينهم على الأقل 100 رجل مدني من الفور في دلايق والمناطق المحيطة بها بين 5 و 7 مارس 2004 أو نحو تلك الفترة. ثالثا أفعال لا إنسانية أخرى تشكل جريمة ضد الإنسانية المادة 7 1 ك من النظام الأساسي ضد عدد يناهز بكثير مئة رجل مدني من الفور في دلايك والمناطق المحيطة بها بين 5 و 7 مارس 2004 أو نحو تلك الفترة شكرا نحو تلك الفترة شكرا لعدالتكم القاضي الرئيس شكرا لك موظفة المحكمة لما تفضلت به ولهذا الجهد الآن أود أن أتأسى هذه الفرصة لأخاطب مكتب المدعي العام فيما يتعلق بمستوى السرية الخاص بالمستند اي سي صفر اثنان شارطه صفر خمسه واحد شارطه صفر سبعه المؤرخ في الثالث من نوفمبر الفين و سبعتعشر العامه تعديل امر القبض الاول الصادر بحق السيد عبد الرحمن بموجب الم نجم عنه إصدار أمر القبض الثاني ضد أهله في السابع عشر 2018 أريد أن ألاحظ أنه رغم توفر نسخة علنية من طلب المدعي العام الأول إصدار أمر بالقبض مؤرخ في 27 فبراير 2007 أن هذا الطلب متاح علنا فإن هذا لا ينطبق على الطلب الثاني المؤرخ الثالث من نوفمبر 2017 والطلب لا يزال مصنفا سريا قصريا متاحا فقط للمدعية العامة لذا أدعوك السيدة المدعية العامة إلى توضيح ما إن اتخذتم أي خطوات أو ما إن كنتم تنوون اتخاذ أي خطوات لجعل هذا المستند متاحا علنا الكلمة لك تفضلي المدعية العامة اسمح لي حضرة القاضي بأن أعطي المجال للسيد نيكولز للاستجابة للإجابة عن السؤال القادر رئيس تفضل ممثل الدعاء شكرا لعدالتكم بدأنا العمل في على هذا الموضوع ونعتزم التقدم بوثيقة في الغرض في أقرب الأجال القاضي رئيس شكرا جزيلا لك شك وأكون ممتنا لو راعيتم ضرورة الإسراع في هذا الامر. اريد ان اعلم السيد عبد الرحمن ان الدائره ستتخذ الخطوات الضرورية لضمان حصوله على طلب المدعيه العامه اصدار امر القبض الثاني وكل المواد المتصله به في اقرب وقت ممكن. امر امر الان الى السؤال الثاني الذي اوجهه الى السيد عبد الرحمن واريد واريدك سيد عبد الرحمن ان تقول لي ما ان تم ابلاغك بك الذي يخولك اياها نظام روما الاساسي الكلمه لك سيد عبد الرحمن تفضل. نعم كلمتان. و well. I'm asking القاضي رئيس السيد عبد الرحمن أنا أسألك هل أبلغوك بحقوقك الحقوق المعطاة لك بمقتضى نظام روما الأساسي في المحكمة الجنائية الدولية هل علموك بحقوقك أم لا تفضل Thank you very much. قد رئيس شكرا جزيلا لك وعلى أي حال أنتهز هاته هذه الفرصة لانوه ببعض الحقوق ذات الاهمية في هذا المستوى من الاجراءات والتي من بينها ان تكون قد ابلغت بشكل سريع ومفصل بطبيعه واسباب وفحوى التهم بلغة تحسنها فهما وكلاما السيد عبد الرحمن هل وضحت لي ما هي اللغة أو اللغات التي تحسنها فهماً وكلاماً؟ قاضي الرئيس شكراً جزيلاً لك لأخذنا ملاحظة بذلك إضافة إلى ذلك من حقك الحصول على مساعدة مجانية من مترجم محترف وأن تتاح لك هذه الترجمات على النحو الذي يلبي مقتضيات العدالة، فمن حقك الحصول على مترجم متى شئت. ثم من حقك الحصول على الوقت اللازم والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعك وللتواصل بشكل حر مع المحامي الذي تختاره. ثم من حقك ان تبقى صامتا ولا يمكن ان يجبروك او يرغموك على ان تشهد ضد نفسك او ان تقر بذنب ثم من حقك ان تدلي بافاده بلا حلف يمين كتابيا او شفويا ثم من حقك ان تحصل في اقرب الاجال على المواد التي تبين أو يمكن أن يفهم منها ما مفاده براءتك أو تخفيف ذنبك أو التأثير على مصداقية الأدلة المدينة لك ثم في جلسة اعتماد التهم من حكاية اعتراض على التهم عن الأدلة التي تقدمها المدعية العامة وأن تقدم بنفسك في صالحك ولن تنعقد محاكمه اذا لم تعتمد التهم وحينئذ سيتم انهاء الاجراءات المقامه بحقك اخيرا من حقك ان تطلب الافراج المؤقت عنك ريثما تنعقد المحاكمه الان سيد عبد الرحمن ادعوك الى ان تدلي باي ملاحظات متعلقه بظروف نقلك إلى المحكمة الجنائية الدولية أو ملاحظات عن ظروف احتجازك بمقر المحكمة بلاهاي منذ قدومك هنا سيد عبد الرحمن الكلمة لك تفضل أنا يعني من السودان يوم 13 شهر 2 من السودان وانقذت من براو لباني يعني حاجة متعبة جدا بالأقدام من الشهرين من هناك من باقي انتقلت إلى هولندا ما يخص نبحث عن العدالة عندما وصولي هولندا المعاملة ده المعاملة الآن عند الحي معاملة تمام ما مع في أي صعوبة قابلتني ولا أي حاجة أي حاجة تمام إن شاء الله وشكرا. شكرا زين very much. This is good to... أقعد شكرا جزيلا لك يطيب لي سماع ذلك. المحامي يطلب الكلمه تفضل. To... محامي الدفاع، إضافة إلى الملاحظات التي تقدم بها السيد عبد الرحمن، طلب مني السيد عبد الرحمن أن أقدم الطلب التالي نيابة عنه. وسأقدمه، قررت أن أقدمه بالفرنسية. أنتقل إلى الفرنسية حينئذ. وبمناسبة هذه الجلسة الأولى في القضية المرتبطة بالوضع في الدارفور، السيد عبد الرحمن طلب مني أن أعرب بالشيء التالي أمامكم. يطلب أن نتوقف لدقيقة صمت بذكرى كل الضحايا في دارفور وفي السودان. وأطلب منكم ذلك الآن بكل تواضع أمامكم، يقول المحامي. القاضي سيدي افهم هدف هذا الطلب لكن هذا ليس المكان للقيام بذلك نقوم بدقيقه صمت فرديا ويتم ذلك في مكان الاحتجاز كلنا يفكر بالمجنى عليهم وارفض هذا الطلب وساكمل الاجراءات المحامي يتدخل شكرا سيدي الرئيس بالطبع من المهم ان كون السيد عبد الرحمن طلب هذه الدقيقه صمت يجب ان يضاف الى ملف القضيه وبما ان السيد عبد الرحمن الذي يعتبر بريء طالما لم يتم تاكيد ذنبه كونكم ترفضون اعطائه دقيقه صمت بعد ان اصغى لنصف ساعه الى كل التهم الموجهه اليه شيء يجب ان يضم الى الملف ايضا وساطلب منكم أن العوده الى هذه النقاط فيما بعد وشكرا يقول المحامي. القاضي دونت الملاحظات اذا اكمل شكرا عبد الرحمن الآن سأحدد التاريخ لجلسة إقرار التهم بعد أخذ عين الاعتبار كل العوامل المناسبة بما فيها الحاجة للأطراف والمشتركين بالتمتع بالوضع الكافي لتهيئة حقوق السيد عبد الرحمن وبما فيها الحق بالمحاكمة بسرعة وايضا اخذا بعين الاعتبار الوضع الحالي والازمه الوباء كورونا، احدد تاريخ بدايه جلسه اقرار التهم لنهار الاثنين السابع من شهر ديسمبر من هذا العام وبناء على تطور الاجراءات قد يتغير هذا التاريخ كما جاء في القاعده 121 سبعة من القواعد الاجرائيه والقواعد الاثبات بناء على طلب المدعي العام او الدفاع او الدائره التمهيديه التي قد يحق لها ايضا ان تطلب تاجيل موعد عقد الجلسه. وقبل ان اختتم الجلسه اود ان اعلم الاطراف عن المراحل القادمه لهذه الاجراءات. اولا اذكر ان بموجب القاعده 121 2 ب لقواعد الإجراءات وال قواعد الإثبات يجب أن تتم الجلسات التحضيرية بسرعة وقد يحددها القاضي المنفرد أو على بناء على طلب الأطراف. ثانياً أود أن أ أت... أُعلِم الأطراف أن جملة من القرارات ستصدر في الوقت المناسب لضمان تنظيم الإجراءات بطريقة مناسبة وسريعة وبالتفصيل. أتكلم هنا ما بين الأمور التي أتكلم عنها عن القرارات حول الشكليات والإجراءات لإفصاح الأدلة. وعن القرار لوضع جدول زمني لكشف الادله من اجل ضمان عمليه افصاح منظمه وسلسه بين الاطراف مع اعلام الدائره بالادله التي تم كشفها. واتكلم ايضا عن قرار حول مبدا التمويه وقرار حول مشاركه المجنى عليهم والان اطلب من الاطراف ما اذا كان هناك أي نقاط أخرى يريدون رفعها والتي لها علاقة بما تم مناقشته اليوم أعطي الكلمة إلى المدعي العام شكرا سيدي الرئيس لا من ملاحظات إضافية من طرفنا تقول المدعية القاضي يشكرها السيد المحامي لك الكلمة المحامي شكرا سيدي الرئيس لقد مثلت أمامكم اليوم كمحامي م... عين. السيد عبد الرحمن سيتوجه عليه ان يعين محاميه واعتقد ان قلب المحكمه سيتخذ مثل هذه الاجراءات ليتم ذلك بسرعه لكن بين الان ووقت تحديد المحامي النهائي ساطلب منكم ان تعلقوا كل الاجراءات قبل تعيين محام نهائي للسيد عبد الرحمن، وشكراً القاضي سيد المحامي سنرى ما إذا هناك أمور مرتبطة بذلك، ونشكرك على تعهدك للدفاع عن السيد عبد الرحمن. سيد عبد الرحمن هل لك ملاحظات تريد الرفع أمامنا قبل أن نعلق الجلسة هل لك ملاحظة نعطيك الكلمة الآن تفضل سيدي في هذا المواد الجروح يعني الملاحظة في هذا الحديث الغالو الحديث الغالو ده ما ينطبق عليه انا ولا شايف انه اي حاجه ده كله ما يعني المواد وكذا يعني ده ما وكذا كده لكن ده ما كله كلام ما هو أنا ولا اعرف عنه شيء Well, thank you, Dana. شكرا جزيلا. إذا فهمت أن لا من ملاحظات إضافية لك. أشكرك جزيلا، سيد عبد الرحمن. لقد وصلنا إلى نهاية جلسة المثول الأول للسيد عبد الرحمن. وأود أن أشكر الأطراف، المترجمين، الشفويين لعملهم، وموظفي المحكمة رفعت الجلسة. تفضلوا بالوقوف